السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها نحن على مشارف عام دراسي جديد، نتوقع أن يكون عاما استثنائيا بكل معنى الكلمة، وذلك بسبب جائحة كورونا. فكما نعلم جميعنا، منذ بضعة أيام قد صرح وزير التربية التركي بأن هذا العام الدراسي سوف يبدأ تعليم عن بعد لمدة شهر، وبعد شهر سوف تتم العودة التدريجية إلى المدارس. والمقصود بالعودة التدريجية أي سيكون هناك بضعة صفوف فقط هي التي سوف تعود إلى المدرسة، وبدوام جزئي لن يتجاوز 25%، أما القسم الأكبر من الدوام 75%، أغلب الظن أنها سوف تكون تعليم عن بعد في المنزل. وانطلاقا من إيماننا نحن بأهمية التعليم عن بعد وبأن هذا النموذج الجديد من التعليم سيكون له كل المستقبل، بدأنا منذ شهر تموز عام 2017 بهذا المشروع عبر إطلاق صفحة دروس المنهاج التركي للطلاب العرب على الفيسبوك، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تفاعل الجمهور الكريم استمرينا حتى اليوم، ونحن دائما في تطور مستمر. العام الماضي كما يعلم الجميع قمنا بإنشاء موقع دار المعرفة لكي تكون الأمور منظمة أكثر ونقدم أفضل خدمة متميزة للطالب العربي الذي يدرس في تركيا. جميع الطلاب الأعزاء الذين كانوا مشتركين معنا في موقع دار المعرفة العام الماضي كانوا ممتنين جدا أنهم لم يصابوا بقطيعة علمية، استمروا بتعليمهم حتى آخر لحظة وتابعوا المنهاج حتى نهايته، وبالتالي سوف ينتقلون إلى الصف التالي بكل ثقة، لن يكون هناك أي ضياع لأي معلومة لديهم. ونحن يجب علينا دائما أن ننظر إلى التعليم على أنه سلسلة متواصلة وليس عبارة عن امتحان سنقوم بتأديته وثم ننسى كل شيء أخذناه، فهذا مفهوم خاطئ للتعليم. سيأتي الطالب إلى الصف التالي وسوف يتضرر كثيرا إذا لم يكن قد حصل المعلومات السابقة. بفضل الله سبحانه وتعالى قمنا على مدار العام الماضي بإنتاج أكثر من 1000 درس لمختلف الصفوف ونشرها في المدرسة الإلكترونية ضمن موقعنا دار المعرفة. كما قمنا طوال عطلة الصيف هذه بترجمة أكثر من 10 كتب تجدونها في قائمة الكتب المترجمة، بإمكانكم الاطلاع على نماذج من هذه الكتب قبل شرائها. أسعار الكتب رمزية جدا وهي تتراوح بين 25 ليرة حتى 40 ليرة. أما الاشتراك بالمدرسة الإلكترونية فهو أيضا سعر رمزي جدا يتراوح بين 200 حتى 300 ليرة بحسب الصف. بإمكانكم الدخول إلى قائمة المدرسة الإلكترونية واختيار الصف ومشاهدة كل التفاصيل قبل الاشتراك، يعني أنت ب 250 ليرة مثلا تحصل على خدمة تعليمية مميزة لعام كامل، العام الدراسي الذي يبلغ 10 شهور ب 250 ليرة، يعني بالشهر 25 ليرة فقط. احسبوها جيدا، في الوقت الذي يطلب به الآخرون 300 ليرة عن الفصل الدراسي الواحد، نحن في مدرستنا الإلكترونية دار المعرفة نطلب 250 ليرة فقط عن عام دراسي كامل تدفع لمرة واحدة فقط في العام. في هذا المبلغ يحصل الطالب على شرح شامل لجميع الدروس مع الترجمة بحرفية عالية جدا، بالإضافة إلى متابعة مستمرة على الواتساب وعلى الفيسبوك، يعني لن يكون الطالب محتاج أي شيء طوال العام الدراسي، سيكون الطالب مؤهل تأهيلا كاملا لدخول الامتحانات وتحصيل العلامات التامة بكل ثقة. وبفضل الله سبحانه وتعالى مشروعنا هذا حقق العام الماضي نجاحا كبيرا حتى أنا نفسي لم أكن أتوقعه، كانت نتائج طلابنا الأعزاء مشرفة جدا. وبالنسبة لطلاب الصف الثامن دورة الليجيسي كانت دورة احترافية تم فيها تطبيق تجربة حل تيستات أونلاين والحصول على العلامة مباشرة بعد الانتهاء من حل التيست، وسيتم في هذا العام تعميم هذه التجربة على بقية الصفوف كلها إن شاء الله. ميزة التعليم عن بعد أن الطالب له حرية مطلقة في الوقت الذي يود متابعة الدرس فيه وفي الطريقة التي سوف يتابع الدرس فيها، يعني بإمكانه الاستلقاء، الجلوس، الاتكاء، بإمكانه أن يضع بجواره كأس من الشاي أو قطعة من الحلوى أو صحن من الفاكهة، يعني متعة دراسية نحن لم نعشها سابقا واليوم يعيشها أبناؤنا. بالإضافة إلى أن التعليم عن بعد يؤمن للطالب ميزة استخدام المؤثرات السمعية والبصرية، يعني هنا الطالب سوف يشغل عدة حواس بنفس الوقت، سمعيا بصريا لغويا، وبالتالي سوف يفهم المعلومة ويستوعبها استيعاب دقيق ليس كالتعليم التقليدي على السبورة. فهذه الميزات الرائعة موجودة في التعليم عن بعد
يجب علينا أن نعتادها منذ الآن وأن نعود أبنائنا عليها، لأننا كما تحدثنا منذ قليل مستقبل التعليم القريب جدا سيكون للتعليم عن بعد. بإمكانكم مشاهدة بعض النماذج من دروسنا في قائمة تشغيل دروس الفيديو قبل الاشتراك. هناك أكثر من 50 درس كنموذج عن عملنا لمختلف الصفوف وبمختلف المواد. تابعوا هذه الدروس وشاهدوا نموذج عملنا قبل الاشتراك، وثم اتصلوا بهذا الرقم الوارد أمامكم على الشاشة وسارعوا بحجز مكانكم من الآن في التعليم عن بعد. اضمنوا مستقبل أبنائكم بمبلغ زهيد جدا. فكروا جيدا وفكروا بذكاء قبل اتخاذ القرار، وأرجو للجميع دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.